طب الله اوقاتكم. طيب دي اجواء البلاك فرايداي الساعه دلوقتي 5 المغرب يوم ثانكس جيفنج. المحل ده بكره اسمه جراند ستوب، ده بكره هيفتح الساعه 7 الفجر، 7 الصبح يعني، يعني بعد حوالي 14 ساعه من دلوقتي. الناس واقفه، دول الاجنان زي اللي جايين كده، وجايبين كراسي وجايبين بطاطين وجايبين مش عارف حاجات، عشان المحل ده عنده بتاع ده بلاي ستيشن 5. بلاي ستيشن 5 ده بحوالي 500 دولار. طيب يا ريت كلنا سبسكرايب سبسكرايب على نشوف فرص من هاكن عشان تصلحوا كل جديد وغريب وظريف. اهي واحنا من مصر، مش دول المصريين؟ من مصر. وبعدين جايبين واحد مصري بيرقص، شوف فكرته مع الناس ازاي، جايبين واحد مصري بيرقص تعب، مشكلة.